تعرف ان طالب اللغات والطالب الحكومة في المدرسة لما يطلب يدخل الحمام طالب اللغات؟ لو سمحت يا مس عاوز اروح الباسوم. طالب الحكومة. يا ابله عايز ترتب، معلش مزنوق، عايز ترتب. لما يجي يجاوب طالب اللغات يس مس طالب الحكومة. انا يا ابله عايز كوسه بقى خالته. لما يجي ينضرب طالب اللغات اخر مرة تعمل كده؟ والله ان شاء الله اخر مرة يمس. طالب الحكومة. خلاص قبل اخر مرة خلاص. لما حد يستلف منه حاجة طالب اللغة؟ انا ما كنتش شايل المعلم ميس. لا خلاص انا كنت هطلب بحاجة خدها. طالب الحكومة. ولا وحد امك يا ابني، ما ده حسب بس لما جبت الفيل بتاع اللي انا عارف لها في اتنين. فين الارم يالا؟ تعرف فين ده؟ هلا فوقه في شعر. لو انت راجل استنى بره.